السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب في جميع أعضاء دي إكسن في كل العالم وفي تركيا تحديدا. اليوم معاي رسالة أتكلم فيها عن موضوع السوق السوداء في عدة محاور، سأذكرها سريعا، ما أريد أطيل حتى التسجيل يصل كل عضو يهم هذا الموضوع التعرف عليه وبدقة وبدون أي إضافات أو مبالغة، وبشكل حقيقي وواقعي عما يجري الآن في بعض الأسواق. حقيقة كثير من الناس يقول لك شنو بلاك ماركت أو سوق سوداء، أنتوا عن شنو تتكلمون؟ السوق السوداء هو عمل غير مشروع، ولذلك يصفونه بالأسود لأن عمل لا يجري في وضح النهار ولا يجري ضمن قوانين الدول. أي إنسان صاحب بزنس مستقر يريد بزنس أن ينمو وبشكل حقيقي لابد أن يكون إنسان يشتغل تحت ضوء الشمس. متى ما كان عملك في الزوايا المظلمة وتحت الأرض، أعرف أن هذا العمل لن يكون عمل دائم، وهذا عمل مؤقت، وعوائده وأرباحه أيضا ستكون مؤقتة، ويوما من الأيام سينتهي بك الأمر في أحد السجون أو في أحد الأشياء التي تترتب عليها كعقوبات في مثل هذه الحالات. طيب، ما هي الأشياء التي يفعلها العضو ويصبح جزء من هذا السوق؟ يرسل منتجات إلى دول بها وكلاء رسميين، هذا يعتبر جزء من هذا السوق. يرسل منتجات بكميات كبيرة في دول غير مرخص فيها المنتجات، أيضا هذا يعتبر جزء من هذا السوق. لأن هذه الطريقة نحن طبعا نشجع الأعضاء في الدول التي ليس فيها فروع أنه يأخذون بعض المنتجات للتجربة كأمتعة شخصية ويأخذونها كهدايا شخصية، أو يتم تسويقها من خلال شركات الشحن عالميا وتدخل بطريقة رسمية مقبولة لدى هذه الدولة. أما أن تشحن كميات وتصبح تجارة رائجة لحتى يتهربوا من الرسوم أو الضرائب، من الرسوم الجمركية أو الضرائب التي تفرض في تلك الدولة، ويمارسوا نشاط تجاري بكميات هائلة كبيرة، هذا أيضا يعتبر من السوق السوداء. طيب، أيضا بعض الأعضاء يرسلون منتجات، ربما يعني لا بأس إذا كان والله أنا عندي مريض، عندي كذا، أنا كنت مسافر لهذه الدولة، هذا المنتج ما متوفر في هذه الدولة، جبته لاستخدامي الشخصي. لكن أن يصبح هذا الموضوع هو عبارة عن تأهل للنقاط بشكل دائم، أو حتى تأهل لرتب جديدة من خلال إضافة مجموعة آلاف من النقاط، مثل ما جاي نشوف في بعض السيستم 10,000 أو 100,000 أو 50,000 نقطة، هذا أيضا يعتبر من السوق السوداء. طيب، كثير من الناس يسألون، طيب إذا كان هذا كلها سوق سوداء فمعناه أنه كثير من الأعضاء يساهمون في هذا السوق. نعم، أنت تساهم من حيث تشعر أو لا تشعر، ربما بطيب نية، ربما من غير قصد أو من غير فهم. اليوم مع توضيح هذه المفاهيم لحقيقة لتوسع هذه الظاهرة ولوجود تجار في دي إكسن يعتاشون لا على النظام الطبيعي في منافسة حقيقية، وإنما يعتاشون على الثقافة اللي نشرها أعضاء دي إكسن، فيبدون يضاربون على الأعضاء وعلى الوكلاء الرسميين في هذه الدول. نعم، أصبح هذا العمل محرم، وإذا كنت لا، لأنه لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة فقهية وأصلها حديث نبوي شريف. فإذا أنت أصبحت تضر غيرك، أنت قاعد تهدم نظام. طيب، يسألون بعض الأعضاء، هل الشركة تحارب هذا؟ نعم، الشركة تحارب هذه الظاهرة ووضعت قوانين عديدة للحد من هذه الظاهرة، حتى بعض هذه القوانين صار فيها حقيقة من القسوة ما يعني ضيقت على كثير من الأشياء اللي كانت هي نفتخر فيها في دي إكسن، اللي هي معنى عالم واحد سوق واحد، فصارت هناك في بعض الفروع في دي إكسن تقييد على شراء كميات للي يزورون بعض الدول اللي لربما الأسعار تختلف. طيب، لماذا الناس يتاجرون في هذا السوق؟ يتاجرون في هذا السوق لاختلاف السعر، واحد، هذه أحد الأسباب. يشوفون السعر مثلا في تركيا رخيص، في سوريا غالي، أو في العراق أو في الأردن، فيرسلون هذه المنتجات لهذه الدول. هذه أحد الأسباب اللي تدعوهم للعمل بهذا السوق. طيب، سبب آخر،
سبب آخر اللي يسرقوا الأعضاء، حتى يسرقوا أعضاء غيرهم، إنه أنا أوفر لك منتجات بسعر آخر، ويسرقوا جهودهم الترويجية. في ناس أنت أقنعتهم باستهلاك المنتج مو شرط أعضاء، هم يوفرون لهم منتج بسعر أرخص منك. طبعا يعني، وهذا كلها طريقة ربح غير مشروع. قد يبطنونها بدعاية حب نشر الخير، تسهيل على الناس، مساعدة المرضى، هذه كلها يعني حجج تنطبق على كل من يشتغل، حتى بعض السراق، ويعني أجلكم الله الراقص، كل الأشياء المحرمة تغلف دائما بغلاف الرحمة والفضيلة والكذا، حتى تروج كل الأشياء الفاسدة في الدنيا. فلا يعجز أصحاب هؤلاء السوق أن يروجوا لهذه المفاهيم من خلال هذا المشروع. طيب، أيضا في بعض الناس من تجار الرتب اللي يحاولون يحرقون المراحل ويصعدون في رتب وهمية، يتاجرون ببيع النقاط، ببيع النقاط أو بيع المنتجات بمعزل عن النقاط، فهذه الأسواق السوداء تخدمهم. لاحظتوا كم المضار اللي قاعد تترتب على هذا الموضوع، لأن بعض الناس يتكلمون كأن احنا نقاط بيع فنتضرر. أنا ترى ما أتضرر، أنا دارد أشتغل لمصلحتي الشخصية. أنا واحد من الناس، كمال الدوسري مسؤول فرع أو مركز أسنيور دي إكسن أسنيور، الآن لو أرد أبيع باعتبار الأسعار رخيصة في تركيا، أنا أول المستفيدين من 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 هذا السوق البلاك ماركت، وكلامي هذا يقلل من الأرباح اللي ممكن أحصل عليها لو حبيت أشتغل بهذا المجال. عندي فريق طويل عريض أقدر أنسق وياهم وأرسل العديد من الدول. شنو اللي يمنعني؟ يمنعني أرد أحافظ على النظام، لأنه هذول اللي أرسل لهم ما أعرف، ممكن راح يهدموا النظام، ممكن راح يبيعوا منتجات من غير نقاط، وبالتالي هذا يخلي الناس تخسر هذا النظام. ممكن يبيعوا نقاط من غير منتجات، وبالتالي هذا راح يدخلنا في الحرام وأكل الربا. ممكن يعني يستغلوا أعضاء ويسرقوهم من فرق أخرى، وهذا إذا فقدت الناس في اسم ديكسن، هو اسمها الجديرة بالثقة، بالتالي هذا لا، ما في أحد إذا ما صار يضمن حقوقه، ما في أحد راح يبدي يسوق للشركة ولمنتجات هذه الشركة. لاحظتوا حجم المضار اللي قاعد نقع فيها إحنا؟ حقيقة مضار كبيرة جدا لا يكاد العقل أن يتصورها. أنا قاعد أتكلم عن بعضها فقط، قاعد أتكلم عن جزء منها، وما أدري إذا أتكلم كم من الوقت ياخذ معاي. طيب، هذا إذا صار عن عرفتوا شو المضار وعرفتوا من المستفيد. اللي يستفيدون هم ناس تجار ما يريدون يورثون هذه البزنس لأبنائهم، ما يريدون هذه الشركة تبقى طويلا في خدمة الناس الضعفاء. وأنا لي مقالة كتبتها، هذه نوم الحارس مصباح للسارق، أرجو أن ترجعوا لها في مضانها. تكلمت فيها عن القمح الأمريكي، كيف أفقد كثير من الشعوب أمنها الاقتصادي لأنه رخيص، لأنه رخيص بس مو أمنها الاقتصادي والغذائي، واتضح أنه بعدين هذا الطحين الأبيض هو من أكبر المدمر. يعني عموما ما أريد أدخل في مواضيع أخرى. الشاهد من هذا الكلام أنه هؤلاء يوفروا لك منتج رخيص، لكن يدمرون مفهوم اليد العليا، يدمرون مفهوم الاستقلال المادي، يدمرون مفهوم النمو والنجاح في هذا البزنس. طيب، كثير من الناس أيضا بدأوا ينشون مفهوم جديد اسمه مفهوم نقاط البيع. مفهوم نقاط البيع هذا تغذيه هذه الأسواق. طيب، هل في نقاط بيع حقيقية غير النقاط اللي تعتمدها الشركة؟ واقعا لا يمكن أن تكون هناك نقاط بيع في دول فيها وكلاء وفروع رسمية. نقاط بيع بالمفهوم السوق السوداء، يعني الغير مرخصة، اللي ما موجود اسم هذه النقطة أو عنوانها على مواقع الشركة الرسمية، هذه تعتبر نقطة بيع مخالفة، وهي تعتبر أحد منافذ السوق السوداء غالبا. طيب، هل في فرق بينها وبين عضو يوفر كمية من المنتجات لأعضاء بالبيت؟ ويعني نعم، في فرق بنقاط مؤجلة، هذا في فرق. في فرق بين شخص هو يعلن عن نفسه أنه نقطة بيع ويوصل وكذا، في دولة فيها فروع أو في محافظة فيها فرع يوزع هذه المنتجات.
طيب ما عقوبة من يعمل بالسوق السوداء؟ احنا طبعا نتكلم مدير الشركة في لقاء سابق واظن هذا التسجيل موجود انه يفصل تماما ولو كان كراما بالصدر. لحد يقول لي انا ما اعرف، اي واحد الان يسمع او يوصل هذا التسجيل الان بلغ هذا. طيب ما واجبنا نحن مع كقادة؟ واجبنا ان نحمي هذا النظام، لان اذا فقدنا هذا النظام مثل الذي ذبح الدجاجة التي تبيض له بيضة ذهب. يعني اكيد القصة مر عليكم، احفظوها، ترى هذا النظام يأسس لسوق موازي الآن بدت بوادرة للأسف الشديد، لأن هناك تساهل من القادة في الكلام في هذا الموضوع أو تراخي، وأنا أشوف هذا الموضوع لا يقل أهمية عن التعريف بالشركة، لأن هذا الموضوع خطير، موضوع شرعي بالدرجة الأولى والأساسية، ويدخلنا في محاذير شرعية لأنه المنتج أصبح غير مقصود، وموضوع أيضا قانوني ممكن يعرض من يعملون للمساءلة من ناحية الدولة التي يقيم فيها إذا كان فيها قوانين صارمة، ومن ناحية الشركة أيضا يتم فصلها. طيب ما واجبات الوكلاء؟ هذه نصيحة أقولها للوكلاء أخواني اللي يسمعوني، وكثير منهم هم قادة معنا في ديكسن، واجباتهم أن يوفروا المنتجات. متى ما توفرت المنتجات قلت حجج هؤلاء أصحاب السوق السوداء، يوفروها بالطرق المناسبة، ويحاولون في حالة فقد المنتجات يوفرون البدائل المناسبة. بالنهاية أحب أن أوجه تحذير باعتباري أحد مراكز أو نقاط البيع المعتمدة في إسطنبول إلى كل الأعضاء في تركيا، لا يجوز إرسال المنتجات لأي دولة من الدول المجاورة، واعتبار أن هذا الشيء مشروع لا يحل لك لا شرعا ولا قانونا، وأنا أتبرأ من هذا الفعل. وإذا كان أحد أخذ من مركزنا، وأعتقد أخواني كلهم نفس الشيء، فمن غير يعني باحتيال كان سجل أسماء ناس على السيستم التركي ودخل تحتهم المنتجات، ويفعل هذا كثير، سيكشف يوما ما، وحقيقة أنا سأقاضي وسأكون أول الناس ضده. هذه تحذير للي يرسلون منتجات وخصوصا إلى سوريا أو العراق بحكم أنهم مناطق حدودية وأكون هناك فارق كبير في السعر. من البدائل اللي أوجدتها الإدارة الآن إن شاء الله قريبا يتم الإعداد إلى فتح مركز معتمد في غازي عنتاب تابع لوكيل ديكسن سوريا المهندس محمود المصري، أسأل الله أن يوفقه، وسيقوم بتوصيل المنتجات إلى الأعضاء في الشمال السوري أو في مختلف الأراضي السورية. تحياتي لكم، أتمنى لكم التوفيق. أنا أحببت أن أتكلم على عجالة في دقائق معدودة حول هذا الموضوع، حاولت أن أغطي أغلب المحاور اللي ممكن تحتاجونها. أنا مستعد للإجابة على أسئلتكم بخصوص هذا الموضوع، سواء راح تكتبون بالتعليق على هذا الفيديو أو ترسلوا لي بشكل خاص. تحياتي لكم، ألقاكم دائما وأبدا على خير، أخوكم وحبكم كمال الدوسري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.